بعد إسدال الستار على فاعليات مونديال البرازيل وتتويج الماكينة الألمانية باللقب على حساب الأرجنتين، رفع الستار على أحسن اللاعبين في الدورة، رغم إخفاق منتخب بلاده في نيل كأس العالم، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجح في إحراز جائزة أفضل لاعب في الدورة، فيما عاد القفاز الذهبي لأحسن حارس للألماني مانويل نوير مسترجعا اللقب الذي ضاع من ألمانيا بعد تتويج أوليفر كان سنة 2002. أما عن صراع أحسن وأفضل لاعب احتدم في مونديال السامبا، ليحسمه في النهاية الكولومبي جيمس رودريغيز بتسجيله 6 أهداف، متفوقا في ذلك على الألماني توماس مولر الذي تجمد رصيده عند 5 أهداف، بينما تداول على المركز الثالث كل من ميسي نايمار والهولندي روبن فون بيرسي. فرنسا رغم خروجها من الدور ربع النهائي إلا أن لاعبها بول بوغبا نجح في إحراز لقب أحسن لاعب صاعد متفوقا على الهولندي مونفيس ديباي ومواطنه رافائيل فاران. تتويج ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني بلقب أحسن لاعب في مونديال البرازيل عقب نهاية الدورة بتتويج ألمانيا أثار جدلا كبيرا حول العالم، سواء من طرف وسائل الإعلام العالمية أو الجماهير. الكل استغرب من تصرف الاتحادية الدولية لكرة القدم وتساءل على أي أساس اعتمدت في تتويج ميسي على حساب العديد من اللاعبين الذين قدموا دورة أفضل مما قدمه البرغوث، وعلى رأسهم أريان روبن، توماس ميلر، جيمس رودريغيز وباستيان شفانشتايجر. الإعلام العالمي أجمع على عدم أحقية البرغوث باللقب متهجما على هيئة سيب بلاتر ومتهما إياها بالتحيز لنجم برشلونة. الجماهير بدورها شنت حملة سخرية كبيرة من بلاتر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا منها عن عدم تقبلها لمنح لقب أفضل لاعب في مونديال البرازيل ليونيل ميسي الذي يبقى بين كل هذا غير راض أبدا باللقب بعد ضياع حلم التتويج باللقب الأغلى ودخول عالم أساطير الساحرة المستديرة على غرار مارادونا، بيلي وزيدان.